تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، أمنت أجهزة الوزارة تنفيذ 2583 قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف. ولتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 254,051 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها أكثر من 39,000 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و506 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر، و544 مخالفة طمس وبدون لوحات معدنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2612 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7,052 قضية تموينية متنوعة، من بينها 105 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14,078 اسطوانة بوتاجاز وأكثر من 87,000 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 6,947 قضية تموينية بمضبوطات وزنت ما يقرب من 1580 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها أكثر من 274 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يزيد عن 77 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 69,386 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت ما يزيد عن 48 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1084 قضية في مجال الضرائب والرسوم، بلغ حجم التعاملات فيها أكثر من 1.81 مليار مليون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. وإلى جرائم الأموال العامة، نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 18 قضية بين إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي والاختلاس والإضرار بالمال العام والاحتيال المصرفي وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة مالية بلغت أكثر من 21,153,000 جنيه مصري وأكثر من 1,303,000 عملات أجنبية متنوعة. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.